صباح الخير دكتور محسن، انا بكون المشفى الكبير باسطنبول. الصبح الساعه 7 جينا سوينا مشان العقم مايكروتيسي تحت المدرب تحت الخصي. المريض عمره 65 سنه، زوجته عمره 40 سنه، هودي مجوزين صار لنا سنتين. اول مره بيتجوز الزلمه 65 سنه عمره، في عقم. قتلنا تزعلوا الله كبير، ان شاء الله منحنك ان شاء الله. كيف قتلوا اولاد يعني مجوزين؟ فتحنا الخصي والحمد لله الخزعه دخلناها، هلا كان فيه الحيوانات، وان شاء الله هلاك المره بيلموا منا بيضة وبيسووا طفل انابيب، وان شاء الله بخير وسلام بوقت قريب ناخذ خبر زوجته الحبله. والله يحميه، مين في عنده مشاكل بالعقم الحيوانات طفل انابيب او ما يصير يتوصل معنا، كل شيء في له دواء في له شارات. تمام، بخير.